أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا اليوم مرة ثانية في مطعم الأبراج في أب تاون فيليج، هذا المكان المميز الجميل بكل هاللمسات في كل زاوية فن وذوق. اليوم بنواصل مع الأخت سلوى عبد العزيز مسيرة مطعم الأبراج وكذلك العلامات التجارية الأخرى اللي من مشاريع الهلال. كونوا معنا في هذه الحلقة المميزة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا في لقائنا الثاني مع الأخت سلوى عبد العزيز، وبتحدثنا عن مسيرة مطعم الأبراج ونجاحها وتوسعها لعلامات تجارية أخرى مميزة. السلام عليكم عبد العزيز، شلونك؟ الحمد لله. شكرا على استضافتنا للمرة الثانية. الله يحييكم. الله. احنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن البدايات، تكلمنا عن مطعم الأبراج، شلون تأسس العمل وشلون انبثق من خلال مشاريع الهلال. والحين انا ابي تكلميني عن باقي العلامات التجارية اللي عندكم، وشنو اللي موجودة وشنو اللي كانت موجودة واللي احدث شيء عندكم وخططكم المستقبلية. طبعا مجموعة مطاعم الأبراج مثل ما قلنا احنا 17 فرع موزعة على جميع مناطق مملكة البحرين. طبعا عندنا مقهى البنديرة. اي نعم. مقهى البنديرة ايضا عندنا 4 فروع. اي نعم. موزعة في بعد مجموعة مواقع متميزة. اي نعم. مثل مجمع العالي، في العدلية ايضا. اي نعم. عندنا في الرفاع وفي سيتي سنتر، مجمع سيتي سنتر. اي نعم. عندنا ايضا مشاوي الابراج. اي نعم. مشاوي الابراج ايضا موزع بعد في كذا موقع مهم. أي نعم. احدثهم طبعا في جاليريا مول. اوكي. وعندنا وعندكم حق المشاوي وحق هذه الافرع طلبات والتوصيل؟ اي نعم. كل في ارقام نعم موجوده. أي نعم. ارقام خاصه للتواصل سواء عن طريق خدمات الطلبات الخارجيه الخاصه بالابراج، وايضا احنا تعاوننا مع جهات اخرى للتوصيل. اي نعم. ايضا عندنا اوتو. اي نعم. اوتو هو مطعم ايطالي مميز موقعه في هملا هيلز في الهملا. طبعا عندنا نيو ايشا. اي نعم. عندنا 4 فروع. اي نعم. وهذا النيو ايشا يقدم 4 يعني مطابخ منها التايلندي والهندي والشاينيزي والياباني. اي نعم. اي نعم. تمام. وبعد عندكم مطعم حديث توكم فاتحينه اللي إيه نعم. هو 8030 اتصور. 8030. اي نعم. ايش معنى 8030؟ 8030 هو احدث مطعم فتحناه، صار له يمكن تقريبا 3 شهور. 8030 معناته انه 80% هي الكائنات الحيه اللي تعيش في الغابات. اي نعم. ونسبه الغابات تشكل 30% من الكرة الأرضية. تمام. فهذا 80-30. اي نعم. فالمطعم هل لاين مخصص يعني يقدم أنواع مخصصة من الأكل؟ يعني اختصاص المطعم هذا الأكلات كلها نباتية. اوكي. طبعا عندنا مجموعة واسعة من البرجر. اي نعم. عندنا النباتي طبعا. النباتي. اي نعم. والمقانق النباتية. نعم. بالإضافة إلى سلطات. أوكي. وبعض الحلويات ايضا النباتيه ايضا. اي نعم. واعتقد بعد عندكم اختيارات حق اللي عندهم نوع من الحساسيه تجاه انواع معينه من الاكل مثل الجلوتين. نعم. جلوتين فري او اللي عندهم حساسيه من الالبان. اي نعم. ممكن ايضا موجود هاي الخيارات فيعطي ايضا فيعطي اختيار واسع. نعم. بعد المطعم له خصوصيه ثانيه حكينا. نعم. عنها خصوصيه المطعم انه هو يدار بعنصر نسائي بحت. بحت. هاي مطعم متحيز دي تقدمون اكل حق الريايل ولا بس لا لا للجميع. يقتصر الدخول على النساء؟ مفتوح للجميع بس العنصر النسائي هو الغالب في كإدارة المطعم. نعم. واحنا هذه كانت فكرة يات وطبقناها ولله الحمد وتوفقنا فيها. اي نعم. وميزت المكان صراحه. نعم. وعدد البحرينيين في المطعم عندنا 5 بحرينيات. اي. 3 يعني شغلهم في المطبخ. أي نعم. طباخات. اي طاهيات. وثنتين. أي نعم. في قسم اللي هو الاستقبال واخذ الطلبات. فطبعا يعني وظفناهم بجهد. أيه. والحمد لله تدربوا ويعني خليناهم على الطريق اللي احنا نبيه، وما شاء الله عليهم ماسكين وماشيين الامور دائما بحرينيين. نعم. دائما ما شاء الله عليهم سباقين وما شاء الله عليهم. أيه. نعم. اذا حصلوا الفرصه وحصلوا التشجيع فعلا في دعم الحمد لله يعني يتالقون. اكيد. اي نعم. ام عبد العزيز، ايش رايك ننتقل لمداخله مع الاخ فيصل راشد هلال
ويحدثنا شلون هو استفاد من البنوك المحلية، كيف كان لهم دور في نجاح مجموعتكم. خير. سلام عليكم أبو راشد، شلونك؟ السلام عليكم. مرحبا أم عبد الله، مشكورين على استضافتنا في برنامجكم. حياك الله في هذه الحلقة معنا ونشكركم على الاستضافة. سؤالي لك هو شنو كان دور البنوك المحلية في دعم مسيرة نجاحكم في مجموعة الهلال وكذلك في الأبراج وباقي العلامات التجارية؟ دعم البنوك كان موجود آخر كم سنة حق التوسع اللي اتخذناه، وحتى مع برامج تمكين أيضاً مع البنوك المحلية مثل بنك التمويل الكويتي والبركة والإثمار، وطبعاً تمكين حتى عندها برامج أخرى اللي الشركات تقدر تستفيد منها مثل دعم الأجور ودورات تدريبية حق الموظفين وإلى آخر. وراشد، سؤالي الثاني لك هو حول الخطط الحالية والمستقبلية، وين ترون مجموعة الأبراج ومشاريع الهلال 5 سنوات من الآن؟ 5 سنوات الجاية إن شاء الله يعني نحاول أن نتأقلم مع متطلبات السوق، إذا هي كانت من تجديد وتحسين الأطباق وأيضاً تحسين الفروع بشكل عام، الأثاث والمطابخ وأن تكون كل مرة في أعلى جودة. طبعاً إحنا نحب نتواصل بعد مع زبائننا ونشوف شنو متطلباتهم وشلون نقدر إحنا نطور من نفسنا ومن روحنا ونخدم ونعطيهم أفضل خدمة. أيضاً طبعاً عندنا خطة توسع إلى إن شاء الله المملكة العربية السعودية ابتداء مع لومي، وأيضاً في مطار البحرين الدولي الجديد عندنا فرعين إن شاء الله عن طريق الفرانشايز بعد حق لومي ويا سلام. الأخ فيصل، كل القطاعات في البحرين تقريباً عندها تجمعات وكيانات، أنا ما شفت في قطاع المطاعم أو التموين الغذائي في نوع من الجمعية أو التكتل أو الكيان اللي يعنى بهموم وكذلك بالتحديات اللي يواجه هذا القطاع. هل جاتكم هاي الفكرة أن تتبادرون كونكم أن أنتم من أول البحرينيين اللي قمتوا بهذه النوع من المشاريع، تبادرون بأن تطلقون هذه الفكرة وتجمعون كل اللي يعملون في هذا المجال؟ طبعاً حالياً هذا الكيان غير موجود، ولكن كنا عندنا معارف وأصحاب يعني اللي في نفس المجال اللي إحنا فيه، فإحنا يعني نجتمع أحياناً معاهم ونتناقش عن بعض الأمور اللي والمشاكل اللي نواجهها في السوق، لكن كلها أشياء يعني غير يعني مو رسمية. فهو طبعا اكيد بيكون بيساعدنا اذا نقدر ناسس كيان بين الشركات والمطاعم اللي نقدر نتكلم كصوت واحد، يعني اتوقع بنقدر نحل كثير من المشاكل اللي قاعد نواجهها حاليا. الحقيقة أبو راشد، من خبرتي دائماً اللي يدهم في الشغل اللي هم في المجال هم يعرفون المشكلة وكذلك يعرفون الحل، وهني تكمن قوة هذه التجمع اللي إن شاء الله يرى النور قريباً، لأن أنتم بتقدرون تبلورون المشكلة وتقدمون الحل للسلطات وللقيادة ولكل المعنيين بحيث كلنا نستفيد في الأخير، وكذلك الزبون نفسه يستفيد، لأن إذا قلت كلفتكم وهو كذلك بتقل عليه الكلفة. شكراً على استضافتنا. شكراً أبو راشد، ما قصرت، وفيت وكفيت. أعزائي ننتقل الحين لفاصل ونرجع نواصل حديثنا مع الأخت سلوى عبد العزيز في مطعم الأبراج في أبتاون فيليج شارع البدية، كونوا معنا. أم عبد العزيز، قولي لنا عن لومي، هاي مطعم له اسم مميز وفي كذي روح بحرينية. نعم. قولي لنا عن لومي، شنو تخصصها؟ شلون فكرته؟ طبعاً لومي يقدم الوجبات الشرقية. أوكي. عندنا 3 فروع. أي نعم. متوزعين في أماكن جداً مميزة أيضاً. أي نعم. عندنا في مجمع العالي، عندنا في الأفينيوز. اي نعم. طبعا في الأفينيوز في لأطلالة بعد مميزة. اي نعم. اندور واوتدور، طبعا في لقعدة من الخارج
ويطل على بحرين بي. اي نعم، على خليج بحرين. هذا اللي يميز الافنيوز. اي نعم. طبعا ايضا عندنا فرع ثالث في سار. اي نعم. نعم، وتسوون طلبات خارجيه من مطاعمكم، يعني اذا احد يبي يسوي تموين يعني حق حفلات، حق اعراس، تقومون بهذا العمل كذلك؟ نعم. عندنا اللي هو الابراج للتموين في المناسبات، وعندنا طبعا ارقام خاصه للتواصل على لهذه الخدمه. وفي مواقعكم. اي نعم. اي نعم. مع عبد العزيز، اليوم ايش بتسوي لنا وصفه؟ ومن أي مطعم؟ اليوم بنقدم لكم وصفتين اللي هي سالمون برياني. أوكي. وياها سلطة المتاي. من مطعم لومي كيتشن. أوه، هذه يعني هندي على غربي، هاي تزاوج. اللي تقولين. والله شكلهم وايد مشوقين. أوكي، ويعني إحنا أنت تقولين لي الكلام ذي وأنا بدأ العاب يصير. أعزائي المشاهدين، خليكم معانا نشوف الوصفتين المتميزتين اللي هو السمن برياني مع سلطة المتاي. بعد الفاصل كونوا معانا. أعزائي المشاهدين، إحنا حين في لومي في مجمع سار، وبنقدم لكم وصفة السمن المشوي مع البرياني. ويقدم لنا معانا شيف سايمون. هلو شيف سايمون. هلو، جود افترنون. أم عبد العزيز، شيف سايمون صار له شقد وياكم؟ شيف سايمون يشتغل معانا قرابة 5 سنين. أي نعم. وهو رئيس الطهاة حق الفروع اللومي. أي نعم. وما شاء الله عليه خبرة واسعة في الأكلات العالمية. تمام تمام. شيف سايمون، yes. Is this a real biryani or it's a take on biryani? It's a take on biryani, but okay. It's a modified biryani. When they eat it, they'll never believe it's a take. Okay, yeah. So what are you going to do here exactly? So first we start by marinating the salmon and grilling the salmon. Okay. By the time the salmon gets cooked, then we will build the rice and the dish slowly. Right, right. Okay, so this dish is engineered actually. It is engineered, yes. Yeah. So we start with some pepper. Okay. And this salmon looks so fresh. Yes. And of course, it's a great source for omega-3. Exactly. Which is very good for the heart. For the heart, yes. And also, salmon also fights cancer and protects us from cancer. Yes. Of course, it's a great source of protein to build the cells of the body and for, in general, you know, to build all the tissues in the body. Okay. So we put some generous amount of salt and pepper. Okay. Then we have a little bit of olive oil. Right. To glaze it. Right. And you don't want to spoil the taste. Salmon itself has a great taste. It has a great taste. Yeah. So we won't over-season. We just want to accent it. And then we put the lemon juice. Okay. And then we have, this is the fish seasoning. Okay, is this that, Lumi fish seasoning? Yes, Lumi fish seasoning, something that we make it in-house. Okay. It is prepared here. Yeah, and you sell this here? We sell it also in retail, yes. I can see here. You have different seasoning for fish, for chicken, or for fish, we have different seasoning. For meat, we have different seasoning. Okay. Then we have the spicy Lumi Bharat also. Okay. Bharat, we make in-house. Yes, very nice, very nice. So now once the salmon is marinated, we will put it on the grill. Okay. You take it on. We always grill it the skin side first. Yes. Because we want the skin to be nice and crispy. Right. So, and when we present it with the skin side on top. On top, top. And so you want the skin to sear. To sear and to become nice crisp. Right. And it will become like a layer that then you, when you turn it, it will not affect it. It will not affect, exactly. Yeah. So as the salmon is cooking, nice and slow flame, we will start with the rice. Right. The building of the rice, how do we build it? So you need this pork. Yes. Yeah. Now you can mix it if you... Yes, there is this is biryani rice. Okay. Okay. Then this is saffron rice. Right. That we have. Right. Then this is... Smells so good. Normal white rice, basmati. Right. Yeah. And this is the green herb rice. Oh, that's a twist. Yes. That's the green herb rice is what gives it a different flavor. So you are going just to like fold it together. Just to fold it together, exactly. You don't want to mash the rice. Yeah. هاي الحين سلوى مثل ما تشوفين صار عندنا كل الالوان، هاي عيش ملون. عيش ملون. اي. لكن عاد how can it be a biryani without the masala? The masala is here. Right. So when we build it for the plating, at that time we will put the rice, we will put some of the gravy, and we'll put some more rice on top. Right. And then if guests want extra gravy, we can serve the gravy on the side also. Right. But actually, this gravy is made like the masala. It's made like the masala. Yes. It is onion, tomatoes, seasonings, cumin, salt, pepper. And the oil you fry. Oil. Yeah, and the spices put, in the oil. Yeah.
small pieces of salmon. When the we receive the salmon fillet, okay, you have the offcuts. The trimmings, the yes, trimmings. Yes, so we yes. use the trimmings to make the sauce. That's very smart. Yeah. You're not throwing anything. You're not throwing anything. Yes, okay. So is the rice ready like this? No. In the rice, we okay. also add some zereshk. Okay. That is barberry. Yes. And we add some pistachios. Okay. And some you will keep for the top. For the top, we use only these. Yes. We use the cashew nuts. We have raisins. We have fried onions, mm-hmm. coriander. And we have a grilled lemon that we use as a garnish. Okay, even this biryani is not the regular biryani. It's not the regular. This is biryani with a twist. With also. A twist, exactly. Okay, right. Okay. So we let the salmon rest. Let yes. It, let it cook slowly. And right. by the time we do the That's a very good rice. Trick. Yes. Yeah. So you give it the smell of the barbecue. Exactly. Without cooking it completely. Without cooking it completely. Once it is seared, all the juices all will, the juices be, held will inside. Be held inside. Yes. It will not be dry. It will not be Yet dry. Yet it will stay warm until you warm are ready. And nice and moist. Yeah, and moist. Exactly. Exactly. Yeah. So now we go to the molding. Okay. Then we put a little bit of gravy inside. So you are layering. Yes, layering yes. it with the gravy. So once you eat, you are surprised. You are surprised. كل لقمة الواحد بيتفاجئ الطعم يديد. هو يميزها بعد ألوانها فيها يعني ألوان حلوة. أي نعم. وبعد نكهات مختلفة أي. وحتى قرمشة فيها. صح. عندك الزرشك في الحموضة وعندك الفستق يقرمش فعلاً. كل المكونات أصلاً رائعة يعني فأكيد لما نحطهم مع بعض يعطي طعم متكامل حلو. أي نعم أي نعم. والسمن بيجي فوقهم والعصارة اللي بتطلع من السمن راح مثل ما نقول تسقي هاي العيش بيصير طعمه وايد لذيذ. الحين أعزائي عقب ما حطينا الأرز في الطاسة علشان ناخذ شكل يصير مثل القالب. You are ready to now yes. to turn it. Yes. Yeah. So now we will okay. demold it in this plate. Mm-hmm. Hold this here. Okay. Take the plate and in the center it. Of the plate. Right. Yes. And we have our biryani rice ready. Very nice. I'll take this from you, chef. Okay. And then this, we garnish it with some cashew nuts. Okay. We garnish with some golden raisins, deep fried golden raisins. Okay. Now we are back to the biryani. Now we are back to the biryani. The actual biryani. The original yes. garnish for exactly. biryani. Yes. And then we have the But once fried you start onions. Eating, you'll be surprised you'll with be the other things. You'll be surprised with all the taste as right, it comes around right, together. Okay. And then some coriander. Coriander, yes, always gives freshness. Yes. And you add it at the end and extra color, right? And then we garnish with a grilled lemon. Oh, that's great. So if you yes. want, you can squeeze the lemon on the salmon. Right, and it tastes so good. It tastes when very it good. Is barbecue. Yes. yes, yes. So now we are ready to put the fish. Now we are ready to put the to fish plate on the fish. Plate. Yes. Okay. So our fish is ready. Okay. Okay. That's fine. Okay, it's a very delicate fish, yes. so sometimes the skin or the body, yes. when we grill yes. it, it so tends to get damaged. Right. So and then now we place the salmon on top here. Right, right. Very and that good. Is your salmon okay. biryani. Okay, looks so beautiful, really. And the fish, you can see, is still moist and still very moist juicy. Still moist and juicy inside. شكله صدق شهي, huh? تمام, عجيب, really nice. Thank you, chef. Thank you did you a so great much, job. Ma'am. Thanks. أعزائي المشاهدين احنا الحين جاهزين حتى نقدم سلطة المتاي مع شيف سايمون. شيف سايمون yes, this looks very colorful. Can you walk us through the ingredients yes. and what we're going to do? This is shredded red cabbage. Okay. This is shredded white cabbage. Okay. Some onion, red onion sliced. We have some julienne of cucumber yes. and tomato without the seeds. Okay. So yes. this is basically the base for the salad. Then we'll do the dressing. The dressing has got mayonnaise. Yes. It has got sour cream. Okay. It has got lemon juice. Okay. Cider vinegar. Mm-hmm. Sugar. Okay. Paprika powder. Salt. Right. Cumin. Okay. Red chili powder. Green chilies. Okay. And pepper. So this is sour, sweet. Sour, sweet and spicy. And very crunchy also. Very crunchy right? also, Because exactly. Because you've got the matai as yes, well. Yes, the matai will go on the top as on a garnish. The top. Yes. Yeah. Okay. How was it created? It was salad? Created based on, we wanted to do something like a coleslaw. Yes. And then we said like, okay, we will do a coleslaw, but a different way. Right, and with a twist. With a twist. Right. And using right. more of the local ingredients. Right, so right. So that is okay. how we came up with it.
Okay, so what are we going to do? So first I will make the dressing. Okay. And then once the dressing is made, we will mix the salad with the dressing and we will plate it. Very simple. My plate. Yes, yes. Okay. So this is mayonnaise. Right. And the sour cream. Now we will add the sugar. Okay. So like 2 tablespoons of sugar. Okay. A little bit of paprika. Right. 2 teaspoons. Mm-hmm. Cumin powder, approximately 2 teaspoons. Okay. Green chilies we will add all because it is a spicy matai. Okay. So it has to give a little bit spice to it. And then we have the red chili powder. Okay. Wow, this is going to be really hot. Yes. Yeah. And then a little bit of black pepper. Okay. And then we have the salt. We add some salt. Okay. Then we have this. This is the cider vinegar, cider which gives vinegar. It the sourness. Right. Then we have the lemon juice. Lemon juice, yes. That's it. That's it. So the dressing is ready. Why don't I make ready. Space for you, chef? Certainly. You can mix this here. Yeah. This is a dynamite dressing. Almost a dynamite dressing, yes. Yes. So we have to make sure that all the ingredients are mixed well. Yes. Otherwise, you'll get lumps. Right. So we have to break all the lumps. It will be more colorful when we add the vegetables exactly, to it. Exactly, yeah. But this will hold everything together. This will hold everything right, together. Yes. Cabbage is very useful also because it has the fibers. It has fibers, it's really good yes. for the body. It is very nutritious. Yeah. It has got fibers, and also, iron. When you see this purple color, yes. this is also, it means it has got more has got colorful antioxidants. Antioxidants, yeah, yes, yeah, in this yeah. one, correct. And of course, the onion improves the immune the immune system, system yes. And onion, garlic, they help to they boost your immune system. Exactly, right. yeah. And also, it gives a very nice taste. Also, yes, yeah. certainly. Yeah, now I understand so why you said it's a twist on the coleslaw. It's a twist on the coleslaw. Yes, yes. yes. And then we plate it. Okay. So. Okay. So now we have yeah. it plated. We have it plated. Right. And then now we garnish we have it. The last touch also. Yes. yes. Last touch would be the garnish with matai. Matai. Okay. Which is an Indian savory. Yes. Yeah. And it's made from chickpeas. And also various, we have peas yeah, and peas, potatoes. Green peas, potatoes, and very chickpeas. Spicy. Slightly As if we spicy. We didn't put enough spice in it. Slightly spicy, we're not much. Another layer of spice and yes, crunchiness. Yes. Yes, okay. That's I'm sure it will be great. Yes. Thank you, chef. My pleasure. Thank you. Thank you very much. أعزائي الحين نشوف وصفاتنا اثنتينهم مع بعض بعد الفاصل كونوا معنا. أعزائي المشاهدين وصلنا للختام وختامها مسك إيش رأيكم عبد العزيز شكله صدق شهي تحبين ليمون أحط ليمون فوق السمن أيه؟ زين يلا عشان يصير بعد ألذ صح بسم الله كل الطعام اللذيذ مع بعض ما شاء الله والحين إيش رأيك أحط لك من هذه شوي yeah. تحبين صحتين لا تستحين لأن حلج ما قصرتي الله يسلمك ويخليك شوفي الألوان شوفي المفاجآت اللي داخل الصوص اللي حطوا الصوص اللي هو الجريفي اللي سماه اللي هو المصالة اللي حتى فيه قطع السمن أحط لك قطعة من السمن أقول لك السمن القطعة اللي من البطن تصير ألين شيء وألذ شيء مع أن إحنا في الخليج ما نحب قطعة البطن لا. بس السمن بالعكس وأنا بعد بأخذ لي شوي شكله شهي صج خلي شوف الألوان بعد اللي فيه إيه روعة بعدين ما بننسى السلطة بعد لا.
أعزائي المشاهدين وصلنا لختام الحلقة، أنا استمتعت بوقتي وياك. شكراً عبد العزيز، شكراً على الاستضافة، والمكان ما شاء الله شقد حلو، والقعدة فعلاً أنت اللي نورتونا. الله شكراً جزيلاً. شو رأيك نودع المشاهدين؟ أعزائي المشاهدين تمنيناكم ويانا وتستمتعون بهالطبخة، لكن زوروا مطعم لومي واستمتعوا مع الأهل والأصدقاء، ونشوفكم على خير ومع السلامة.